هي صور للحالة التي آل إليها المحول المؤدي إلى وسط بلدية عزازقة، وعلى مسافة 300 متر من الطريق الاجتنابي للمدينة، انزلاق للتربة سببتها التقلبات الجوية الأخيرة، مما أدى إلى غلق الطريق مؤقتا وفتح ممرات بديلة أمام حركة المرور. Chaque fois, maintenant, il faut faire le détour. On doit en dire le gâchis. Alors, on connaît Madame Bina Mchouf, c'est dangereux. Attends, tu as le détour pour revenir sur Azazga. Non, ce n'est pas la question de Khimna bien. C'est la question des terrains. Il y a un bichement des terrains de Kini. إجراءات احترازية وتدابير اتخذتها السلطات المحلية لاحتواء الوضعية في انتظار إعادة تأهيل الطريق من جديد. في هذا المحول عندنا قنوات صرف المياه، صرف الصحي، قنوات صرف الصحي يعني انقطعت. Il y a une rupture de la conduite اللي تجوز تحت المحول. هذا الانقطاع سبب يعني رافينمون ان شارياج دي ماتيريو تاع الطريق. اذا كان يعني سمحت لنا الاحوال الجويه باش نخدموا بدون انقطاع حوالي شهر، والمحاول يكون في طور يعني الاستغلال. على مستوى الولايه تم تسجيل عمليه اون اتيود جيوتكنيك لمعرفه اسباب هذا الانزلاق اللي راه يظهر في عدة أماكن على مستوى بلدية عزازقة. كما تلاحظون الأشغال حاليا راهي انطلقت لإعادة المكان إلى حالته الأصلية. ومنطقة عزازقة إذن تعرف بانزلاقاتها المتكررة للتربة في انتظار إيجاد الحلول المناسبة لذلك.